الو بوتينا. الو صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك؟ صبحتي كلشي مزيان؟ الحمد لله. كدرتي انت على خير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك يا ربي. امين. شكرا. حنا وانت اختي، بارك الله فيك. شكرا. بما انه دغنيا ما عطيت لابيش كلاصتي وكاين طلبات على لابيش، فعلا هي مشكوره. زوج الانواع ديال لابيش، واحده بالبيستاج وواحده بالاجاز وبالكراميل ديال الزبده المملحه. هادو ساهلين بزاف. نبداو بالاولى على بركه الله ديال لابيش ديال البيستاج. غادي نحتاجو فيها اول حاجه الكريم البيستاج. غنحتاجو 100 غرام ديال البيستاج، 250 غرام ديال ريكوتا، 100 غرام ديال السكر. ثلاثه المكونات في الكريمه. بالنسبه للبيسكوي غنحتاجو 4 البيضات، من الاحسن يكونوا كبيرين، 120 غرام ديال السكر، 120 غرام دقيق وطريقه ديال الملح. المكونات ديال الكلاصاج: بياض ديال البيضه، 100 غرام ديال السكر كلاصي، وربعه القطرات ديال الملون اخضر. هادو هما المكونات. غادي نعاودهم. بالنسبه لكريمه البيستاج غنحتاجو فيها 100 غرام ديال البيستاج، 250 غرام ديال ريكوتا مع 100 غرام ديال السكر. البيسكوي: ربعه البيضات كبار، 120 غرام السكر، 120 غرام دقيق، قبيصه الملح. الكلاصاج عندنا فيه بياض ديال البيضه، 100 غرام ديال السكر كلاصي، وربعات القطرات ديال الملون اخضر. بالنسبه للطريقه غادي نهرمشوا البيستاج ديالنا ونخلطوه مع الريكوتا والسكر ونخلطوا كلشي مزيان، غير وكان ما نخدموهاش بزاف باش ما يرجعش لينا الخليط ليكيد. نحضروا البسكويت صلاديه ولا شتيغين، نخلطوا ولا نضربوا بليطو البار ديال البيض مع السكر حتى يبيض لينا الخليط. تنضيفوا الدقيق بالتدريج، ثم بياض البيض غادي نكونوا طربناه اونيج والقبيصه ديال الملح. تنصبوا الخليط في بلاكا باتيسري يكون طويل ومفرشين له ورق ديال الفيغيزي، وندخلوا هذا البسكوي 10 من بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه في فرن مسخن ديجا على 180 درجه، يعني كل سيده والفرن ديالها وما خصوش يبس بزاف. من بعد ذلك تنديموا مليو البسكوي على شي طوكشون يكون ايميت، ترولوه ثم تنخليوه حتى يبرد. من بعد ذلك ملي تنبغيو نقدموه تنزولوا منه هذيك المنديله وتنفتحوها وتنعمروها بالكريمه ديال البيستاج وتنروليوها ثاني عاوتاني على راسها غير بشويه. من بعد ذلك تنقطعوا الجوانب. بالنسبه للكلاصاج غادي نضربوا بياض البيض مع السكر كلاصي ونضيفوا له شويه الملون اخضر، غير باش يتغفل ان راه هاد لابيش بالبيستاج. ثم تندهنوا له جهه لابيش بهذا الخليط وتنحطوه في الثلاجه حتى نبغيو نقدموها وتزيين ما شاء الله. ما تنبغيش نفرض على شي درجه. عطينا افكار، لا مزيان الواحد يعطي افكار، وديك الساعه كيف ما قلتي على حسب. زينها بالماكارون بدي شوكولا غوغمون، يعني بالفيتين من الفوق، يمكن باي حاجه حبات، ممكن فرومبواز، ممكن حتى البيستاج بما انها بالبيستاج يكون بيستاج يكون كاسي. ولا كيف ما قلت بالماكارون البيستاج يكون خضيضه. يعني ما شاء الله السيده ترى كل وحده والابداع ديالها. فعلا تبارك الله. لابيش الثانيه بالبعويد وكراميل مالح، حتى هي سهلة. بالنسبة للبيسكوير ولي غنحتاجو فيه 4 البيضات، ديما من الأحسن البيض يكون كبير شي شويش، 100 غرام ديال الدقيق مع 100 غرام ديال السكر. الكريمة فيها 250 غرام ديال الريكوتا، 250 غرام ديال الريكوتا مع 250 غرام ديال الماسكاربون، 60 غرام ديال السكر وبعويدة وحدة، وخمسة المعالق كبار ديال الكراميل الزبدة المملحة. بالنسبة السيدة لما توفر لحاش راه تحضرو في الدار، يعني غير تعمل الكراميل ديالها عادي، غير الزبدة تكون مالحة، وحتى لما كانت عندها الزبدة مالحة دير غير الزبدة عادية وتعمل شويش الملح. تملحها ايه واخا. وي تنقسمو بياض البيض على الصفار ديالو وتنخليو وحدة كاملة، يعني ربعة البيضات ثلاثة تنقسمو ليهم البياض على الصفار وحدة تنخليوها كاملة بها. تنطربو صفار البيض مع هديك البيضة الكاملة ونصف كمية السكر وتنزيدوا الدقيق، تنخلطوا كلشي حتى كيولي الخليط عندنا متجانس. تنطلعوا بياض البيض اونيج مع القريصه ديال الملحه حتى كيوقف، ثم تنضيفوا له المتبقي من السكر اللي خلينا من الجزء الاول، وتنستمروا في التطريب حتى يولي عندنا بحال الشكل ديال الموغاك. يعني لي بلون اي فون دوفينو بلي ليس اي بلي بريون. تنبسطوا الخليط فوق شي بلاك دو كويسون يكون فيه بابي سلفيريزي، وندخلوه الفرن على درجة 180 تساوي تقريبا 10 دقايق. السيدة تراقبو يعني مخصوش يجي يابس. ملي تنخرجوه من الفوق تنروليوه فشي طوشون يكون ايميت وتنخليوها تبرد ما بين 10 حتى 15 دقيقة. الكريمة غادي نخلطو في صالة ديال الماسكاربون الريكوتا والسكر بفورشيط،
تنقطعوا الاجزاء اللي عندنا كنقطعوها بتيده يعني مربعات صغيره بزاف، تنسخنوا الكراميل شي شويه باش يتفك لينا في المونتاج. غادي نبسطوا هذاك البسكوي بشويه باش ما يتكسرناش، تندهنوه بهذاك الكراميل ديال الزبده المملحه، تنعملوا ثلاثه الاربع ديال الكريمه يعني ما تنعملوهاش كامله في الوسط ديالو، كنبارسميو من الفوق بهذوك لي دي ديال البعويد، ثم تلويوها على نفسها غير بشويش. من بعد ذلك تنقطعوا الجوانب ثم تنحطوها في الطبق ديال التقديم، واللي تبقى لينا من الكريمه هو اللي تنزينوا به من الفوق ديال لابوش. والتزيين يمكن السيدة تعمل اللي بغات، يمكن ليها تقطع ثاني بعويده، تقطع هذه الفوق وتعملها، ممكن يكون افكار كثيره ما شاء الله، راه كاين بزاف ما يتبقى. تبارك الله، كنتمنى تجربوا جوست لابيش السيدات اللي كانوا اكيد ان شاء الله. الله يعطيك الصحه ديالهم. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف ابوتينا على المجهودات اللي كتقومي بها، ومشكوره جدا على المشاركه ديالك يعني من فرنسا باش يعني تواصلي مع المستمعات وتقسمي بزاف ديال الاقتراحات وتفيدي بها المستمعات. تبارك الله عليك ابوتينا، مشكوره جدا على تواصلك معنا.